يأتي تنظيم هذا الملتقى الوطني الموسوم بالدفاع الوطني في مواجهة حرب العقول في سياق جيوسياسي دولي وإقليمي يتسم بالتحول وتعقد الأزمات وتشكل التهديدات، ما يجعل استشراف تطورها المستقبلي صعبا للغاية، خصوصا مع احتدام التنافس بين القوى الحالية والصاعدة من أجل بسط نفوذها وإحكام سيطرتها على موارد وثروات دول الجنوب في تجاهل تام للتداعيات الوخيمة المحتملة على الأمن الدولي والإقليمي، ودون الاكتراث بالانعكاسات السلبية لذلك على حق الشعوب النامية في التمتع بالأمن والسلم والعيش الكريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.